طب السؤال ده دلوقتي نفس السؤال اللي موجود في المحاضرة، ده كان في امتحان من امتحان 2015. هو الحل بتاعه يبقى بالطريقة اللي قصدنا دي. أولا هو بيديني الانترفال تايم والسيرفر تايم، ومديني إيه؟ كان مثلا في المحاضرة مديني هنا، كان مديني 9 أو 11 حاجة، المهم هنا الدكتور في الامتحان سابهم 5 بس عشان الوقت هيخلص عندهم، اللي هو المفروض هيبقى 20 برضه هنعرفها في الآخر ديت. المهم أهم حاجة دلوقتي في الجدول اللي قصادي ده، هنا الايفنت كالندر دي اهم حاجه عندي. دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي لازم يكون جواها حاجتين اتنين، الارايفل تايم والديبارشر تايم. الارايفل بتاع الحاجه اللي هتوصل، والديبارشر اللي هو الحاجه اللي هتنتهي الزمن بتاعها. لازم يبقى في الاتنين، ما ينفعش يبقى في اتنين ارايفل ولا اتنين ديبارشر، لازم حاجه واحده منهم. تمام. مبدئيا كده السيستم اول ما بيجي بيبدا طبعا عند التايم ايه، تايم زيرو. هنيجي عند التايم زيرو، فاول حاجه الواحد ارايفر، يعني ادي عند ارايفر واند كده، ما فيش اند لاي حاجه. الاند ديت دي اند سيستم كله، ما لناش دعوه بيها، نعتبرها مش موجوده معانا. فهنبص دلوقتي هنلاقي الواحد دلوقتي هو اللي وصل، هيوصل عند زيرو. تمام. هينتهي امتى؟ هنبدا نشوف هو هيخدم قد ايه الاول. قال لك هو هيخدم 2.9. تمام. السيرفر تايم بتاعه 2.9. طب الارايفل تايم بزيرو منين؟ ده الانترفال. في فرق بين الانترفال زي ما وضحنا والارايفل، فاحنا هنجيب الارايفل تايم بتاعه هيبقى بزيرو. خلاص كويس قوي كده، انا معايا الاثنين. هنا هنكتب هنا ديبارشر كمان، يعني سيبنا من ال20 ديت، نكتب الديبارشر بتاع اللي هو ده، نكتب نفس الكلام ده هنا. تمام. ونسيب كل حاجه بالصفار، هنبدا نفهم ايه الحاجه واحده واحده دلوقتي. تمام. هنبدا الاول عند التايم زيرو، في حاجه اسمها اكس تي كيو تي ديت. الاكس دي الحاجه اللي بتخدم عندي، الكيو دي الحاجه اللي واقفه في الصف عندي، مقابل ليهم الاريا اندر كيو والاريا اندر اكس. دي الحاجه برضو نفس الكلام اللي واقفه في الصف، ودي الحاجه اللي واقفه في الاكس اللي هي السب. طب ايه دول؟ هي دي الاكس، اريا اندر اكس واريا اندر كلو. لا، دي كلها، دي كلها اللي تحت ايه، الخط الازرق ده كله، هنبدا نشوفها بتتحسب ازاي. تمام كويس كده. نبدا بقى تايم زيرو. تايم زيرو اول حاجه توصل عند الواحد، خلاص يبقى الواحد هيغلط. ما هو في حاجه واقفه في الصف؟ لا. تمام. الارايفل، ارايفل تايم ان كيو، ما فيش حاجه اصلا في كيو عندي عشان كلها ارايفل. تمام. قلنا هنا لازم ارايفر وديبارش، خلاص الديبارش بتاع الواحد معايا هو وصل خلاص، فهشيل هحط مكانه الارايف. اللي بيجي بعد الواحد الاثنين، ادي الاثنين هتيجي امتى؟ هتيجي في الوقت ده. ماشي. التلاتة لو هتيجي، هتيجي في الوقت الاثنين دول مجموعهم، يعني الخمسة لو هتيجي، هتيجي في مجموع دول كلك، وهكذا. يعني الواحد لما جه عند الزيرو، الاثنين لما جيت هتيجي عند الواحد 73. كويس، ادي الواحد 73 كده، الاثنين هتوصل هنا. ايه نمبر اوف كومبليت ويتنج؟ اه الواحد كان منتظر هنا اهو في الاول عند التايم زيرو، بيبقى ايه خلص، بيبقى ايه بنزود دي واحد، ده تبقى واحد هنا، لان الواحد ده يعتبر كان واقف قبل ما يخش السيستم، كل دول واقفين اساسا، بس قبل ما يخش السيستم الواحد كده بدأ يشتغل. خلاص ادي الواحد بتاع النمبر اوف كومبليت ده. التوتال ويتنج تايم هو ما كانش اصلا ايه، ما استناش وقت، فالتوتال بتاعه بزيرو. هنا لسه السيستم ما اشتغلش، هنشوف دول دلوقتي. ايه هنيجي نبص هنا الاثنين دول، هلاقي 2.9 و 1.73، ايه هو الاصغر؟ الواحد 73. هاجي عند التايم الكلوك هيبقى الواحد 73. ايه اللي بيحصل في الفتره دي؟ في الفتره دي الاثنين بتوصل. تمام خلاص، الواحد لسه بتغلى، الواحد هتيجي عند 2.9 تنتهي، الواحد لسه بتغلى. طيب هنا هزود الكيو واحد لان الاثنين وصلت، ماشي، الاثنين كده هتبقى واقفه في الكيو. وصلت امتى؟ وصلت عند التايم ده اللي هو 1.73. كويس قوي، قلنا لازم ديبارشر ولازم ارايفل، ثواني، لازم ديبارشر ولازم ارايفل. تمام. انا كده معاد الديبارشر بتاع الواحد لسه ما انتهاش، فهسيبه زي ما هو. الارايفل قال عليه الدور 3، مجموع ايه؟ مجموعهم دول، تعال نجمعهم. هنقول ايه، قلنا 1.73 زائد 1.35، دول 1.73 زائد 1.35، ده الارايفل بتاع التلاتة، ماشي. تمام. ده 3.8. تمام. يبقى التلاتة توصل عند 3.8، والواحد لسه ما انتهاش كده. احنا ثبتنا ديت الاتنين معاه، حاجة خلصت طابور كله لسه واقف في الصف بتاعه، خلاص يبقى بقى زي ما هي، لسه دي زي ما هي، ديت زي ما هي. هنا ايه بقى الصفر دون وايه الواحد 73؟ اريا اندر كيو بكام واريا اندر اكس بكام عند التايم 1.73؟ ننزل نشوف. ادي التايم 1.73 اللي هو عند النقطة الحمراء دي، اريا اندر كيو مفيش حاجة تحتها، لسه بصفر زي ما هي. اريا اندر اكس هنا اهي عند الواحد 73 هتبقى بواحد 73،
تمام؟ وللعلم ان الاريا اندر اكس ما بتزيدش عن الزيرو 01 01 بس، مش هتزيد لانه في وقت الخدمه هو ايه حاجه واحده بس اللي بتخدم معايا، فمش هتزيد عن واحد. انما هنا سهل يعني لازم هتزيد عن واحد اكيد، في حاجه هتقف في الصف كتير، تمام؟ فهنا في التايم 1.73 الاريا اندر اكس هتبقى ب 1.73، وهنا هتبقى بزيرو زي ما مكتوب فوق، بزيرو 1.73. تمام، نيجي نبص هنا ايه اللي عليه الدور، الاثنين 9 ولا التلاتة وتمانية من مية؟ هنلاقي الاتنين وتسعة من عشرة أصغر، خلاص يبقى الاتنين وتسعة من عشرة. إيه اللي بيحصل عندها؟ الواحد بينتهي، خلاص الواحد هينتهي، فالاتنين أكيد هتخش بقى، ما هو أول ما حاجة هتنتهي السيستم ما ينفعش يقف، لازم طالما في حاجة في الصف تخش على طول. أدي الصف هنشيل منه الواحد اللي هي الاتنين اللي كانت واصلة هنحطها، فهنا ده هتبقى بواحد وده هتبقى بزيرو، هنا كده ما فيش حاجة واقفة عندي إيه في الطابور. تمام، هنيجي هنا قلنا لازم ارايفر ولازم ديبارشر، الارايفر بتاع التلاته لسه عندي، الديبارشر اللي عندي هيبقى بتاع مين؟ هيبقى بتاع الاثنين، صح؟ طب الديبارشر بتاع الاثنين ده هيبقى عباره عن ايه؟ هي بادئه منين؟ من 2.9 وايه؟ وهتخدم 1.76، خلاص ادي 2.9 زائد 1.76 ب 4.66، يبقى الديبارشر بتاعها عند ايه؟ الثانيه 4.66، كويس قوي. هنيجي هنا كام حاجة خلصت الواحد كان هنا كانت بواحد، الاتنين كانت واقفة في الطابور بس دخلت خلاص تشتغل، خلاص أصبحت اتنين دلوقتي، دي بقت اتنين، كويس. ايه ديت؟ توتال واحد وسبعتاشر. دي ايه ديت؟ دي عبارة عن ايه؟ ان الاتنين كانت واصلة عند الواحد 73، بس لما اشتغلت عند 2.9، يعني استنت وقت قد ايه؟ هنقول 2.9 ناقص 1.73 بواحد وسبعتاشر، يبقى كده انا عرفت انها عند ايه، ان كده التوتال ويتنج بتاعها هي انتظرت وقت قد ايه على ما بدات تشتغل. اريا اندر كيو بقت بواحد وسبعتاشر، ليه؟ ننزل نشوف احنا واقفين بس عند الثانيه كام؟ 2.9، ننزل نشوف لا عند الحته الحمراء دي، لا النقطه الحمراء دي والنقطه الحمراء دي، دي زي ما هي هتبقى 2.9، يعني الاريا اندر اكس هتبقى 2.9، انما اريا اندر كيو هتبقى بالفتره دي، الفتره دي اللي عباره عن ايه؟ عباره عن الواحد 73 وال 2.9، هنطرحهم من بعض هيديني الحته دي زي ما عملنا في الوقت الانتظار اهو، هي هتبقى ب 1.17 لان طرحت هي عند الواحد 73 هي كانت بصفر ومشيت لحد 2.79 2.9، تمام؟ انا عرفت ال 2.9 بتاع الاريا اندر اكس منين؟ اهي لو عملنا الحته دي هنلاقيها ب 2.9 ايه، وبالنسبه ل 1.17 اللي هي الفتره ده اللي هي الحته اللي قصاد ده دي الواحد وايه و17. جميل كده انا خلصت ايه الصف عندي، هبدا ابص ايه لنفس الكلام. اهم حاجه عندي هنا هتلاقي عند 3.8 و 4.66 ايه اللي اصغر؟ 3.8 خلاص 3.8 هبدأ بيها، إيه اللي بيحصل فيها؟ التلاتة بتوصل، جميل خلاص، التلاتة هتوصل، هتلاقي الاتنين لسه بتخدم، الاتنين لسه هتخلص عند 4.66، خلاص يبقى ده إيه؟ ده الإكس تي زي ما هي، الكيو هيبقى كده واقف إيه؟ التلاتة وقفت في الصف عندي، تمام، هي وصلت إمتى؟ عند 3.8، جميل. نيجي نبص، هنلاقي الدبرش هو اللي موجود عندي، تمام؟ إيه نهمل ده يا جماعة مالناش دعوة بيه، الاتنين لسه الدبرش بتاعها عندي، خلاص. هشوف الارايفل اللي عليه الدور ايه اللي هيوصل بعد التلاتة، اكيد الاربعة، هروح احسب وقت الاربعة اهو، تمام، اللي هي ايه 1.73 زائد 1.35 زائد 0 علامة 17 0 علامة 71، جميل نايس، 1.73 1.35 71 هتبقى 3.79، يبقى الاربعة توصل هنا، جميل حسبناها خلاص كويس قوي. إيه نيجي الاتنين ديت ثابته زي ما هي لان لسه ايه مفيش حاجه كانت واقفه في الصف انها تخلص معاه يعني، جميل ماشي. إيه الواحد وسبعتاشر عند التلاته وتمانيه من عشره، إيه الاريا اندر كيو، هي دي الاريا اندر كيو، دي كانت بتاع الوادي عشان ما نتلخبطش، دي بتاع الوادي، الاريا اندر كيو والاريا اندر ايه الاكس 3.8 ماشي، عند ال 3.8 اللي هي النقطه ده، النقطه ده هتبقى بتاع الاكس 3.8، انما بتاع الكيو اهي لو لاحظنا في فرق، هي نزلت صفر وطلعت تاني ففي فرق هنا، فهتخليها زي ما هي ب 1.7 لانها لسه هي لسه ما اشتغلتش يعني، انا واقف هنا اهو، فهتخليها ب 1.17 ايه زي ما هي، جميل. نيجي هنا
نيجي نبص طبعا هنا اهو، ايه اللي اقل؟ الاربعه ولا الثلاثه؟ الثلاثه اقل خلاص، الثلاثه 79 هي اللي على الدور. ايه اللي بيحصل عندها؟ الاربعه بتوصل، هتوصل الاثنين لسه بتغلي، ما تخليها فهنزود الكيو 2. الاثنين دي ايه؟ ديت وقت وصول الاربعه، ديت وقت وصول الثلاثه، لانهم هم لسه واقفين عندي في الكيو، فانا لسه عندي الديبارشر بتاع الاثنين. طيب هنا الارايفل، هنحسب الارايفل بتاع الخمسه نفس الطريقه بقى يا جماعه، هنروح نجمع دول يعني ادينا مجموعة، او ممكن نزود على الاربعة، الوقت بتاع الاربعة بتاعي ايه؟ 62، مش هنختلف. المهم يعني ايه، هنجمعهم هتديني ايه؟ 4 41. كده انا عرفت الارايفر بتاع الخمس. والديبارشر هنا، هنا لسه دي هتخليها زي ما هي ب2، هنا الويتنج لسه ما فيش حاجة خلصت عشان احسب لها. هنيجي نبص هنا بقى، اريا اندر اكس واندر كيو، ديت اندر كيو وديت اندر اكس. طبعا عند ال 79 الاكس زي ما هي، لانها ايه؟ ما نزلتش، فخليتها مرتفعه زي ما هي، اللي هي الحته دي. هنا بقى هتبقى نزود على الواحد و17 اللي عندي الفتره دي. الفتره دي بقى مجموعها قد ايه؟ جميل، هي كانت الفتره إيه؟ كانت واقفه بدأ عندي من 2.9، صح؟ ماشي، إيه من 1.73 ل 2.9، لا دي 1.73 و2.9 من 10، ماشي. وفي نزلت فتره وكانت صفر ورجعت تاني ارتفع، تمام. يعني 2.9 من 10، يعني دلوقتي بحسب اللي هي هنا اللي عندي 3.79، وهي ارتفعت من اول 3.8 من 10. نبدأ نشوف الفترة دي تعتبر قد ايه، تبقى ايه؟ 3.79 ناقص 3.8 من 10 ب 71 من 100، ازود عليهم ال 1.17 اللي كانت عندي ب 1.88. كده انا عرفت انها ب 1.88، اللي هي ايه يا جماعه؟ مجموع ده اهي زائد مجموع الحته اللي تحت ده، تمام؟ جميل كده؟ كده انا حسبت هنا. هنيجي نبص هنا، انه الاصغر هلاقي الخمس اللي هي الاربعه 41 اصغر من الاربعه 66، خلاص ادي الاربعه 41 بتاع الاثنين لسه بتغلي. هتيجي الخمسه تقف في الطابور عندي، وقفت في الصف بتاعي، التايم بتاعهم كلك اللي واقفين في الطابور ناس. الدباشر بتاع الاثنين هو اللي هيبقى عندي، عايز بقى الرايفل، هروح احسب الرايفل ايه؟ بتاع الستة برضه، تمام؟ ايه اعتبره هنا ستة، فهتجمع ده كله. جميل. ايه طلع بايه؟ 18، ماشي. لسه ما فيش أي حاجة اتغيرت في السيستم عندي، دي هتخليها زي ما هي. دي هتزيد ايه بقى؟ الغطة اللي كانت في الفيديو اللي قبل كده في الحتة دي. احنا كنت قبل كده بقول ايه؟ هتروح برضه تجمع الفترة ده اهي اللي لحد النقطة الحمراء دي وتزودها على اللي قبلها. غلط بقى. الصح ان احنا فعلا احنا كنا هنجمع، بس لازم نضربها في اتنين. الفترة دي تعتبر اتنين، دي تعتبر مضروبة في اتنين، اللي هي بتاع الصغيرة دي فترة، لا دي لأن لسه في حاجة هنا، التلاتة لسه واقفة، والأربعة لما وصلت عليها، أو الخمسة بقى لما وصلت برضه هتنتظم نفس الوقت اللي التلاتة بتنتظم، فكده معناها لازم أضربهم في اتنين، لأن يعتبر عندي وقتين. فاحنا هنيجي نعمل ايه؟ هنشوف ايه من 3.79 لأربعة، 4.41 ناقص 3.79 تديني 62. جميل. ال 62 دول بتوع الخمسه مثلا، تمام؟ بتوع الخمسه. طيب وهيبقوا برضه الثلاثه واقفه معاها، هتبقى تبعها برضه، يعني لازم نضربهم في اثنين، تمام؟ تطلع 1.24، اجمعهم على الواحد 88 اللي عندي هتديني 3.12، تمام؟ دي الغلطه، لازم نضرب في اثنين. جميل قوي. هنيجي هنا ايه، بصوا بقى عشان ما نطولش وقت الفيديو، والحاجه دي اساسا مشروحه قبل كده، الباقي ده كله بنمشي عليه بنفس النظام، لو حد عنده مشكله يقول وانا هحاول اعدلها تاني، بس الباقي هيخليه ماشي على نفس النظام. بس الفرق في حاجه، هنا اكيد اكيد هضرب في 3، هنا طول الفتره ديت هضربها في 2، الفتره ديت هسيبها زي ما هي، والفتره دي بزيرو، تمام؟ يعني ركز، الغلطه بس كانت ايه؟ ان دي لازم تنضرب في 2، وان شاء الله بقيت المساله كلها تخليها ماشيه على نفس المنوال وهتطلع معاك، يمشوا على نفس الطريقه وان شاء الله هتطلع صح، تمام؟ انا بس حابب اشكر الاخت اللي بتقول على الكومنت الظريف ده، عادي انا مش فارق معاه، بس إيه ولد دي بلاش كلمه ولد، يعني هو والد نفسه ما بيقوليش ولد، فعايزين نبقى فيه بس إيه شويه احترام شويه. انا ما بنشر حاجه على الاكونت الشخصي عندي، إيه صاحبي شيرها على الجروب، اوكي بي عشان تستفيدوا والكل يستفيد مش اكتر، فيا ريت يبقى فيه احترام شويه. والدي ست نفسه ما قاليش ولد، يعني عيب والله.